أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإريتري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار العاشرة مساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. برامج لتحسين حياة المزارعين في مديرية حكات. تطور الخدمات الاجتماعية في وسط دنكاريا. توزيع الفراخ في مندفرة وأمن حي. مقتل 13 شخصا في هجوم نفذته انتحارية بالكاميرا. زعيم كوريا الشمالية يصف الولايات المتحدة الأمريكية بالعدو الأكبر. الثلوج تغطي مدريد ووضع نصف إسبانيا في تعهد. أهلا بكم للتفاصيل. نفذ مكتب وزارة الزراعة في مديرية حقات برامج كبيرة في العام 2020 لرفع الإنتاجية وإحداث تغيير نوعي في حياة المزارعين. وأوضح المكتب أن بذور الدخن والفول المحسنة قدمت محصول وفير في معظم ضواحي المديرية ونتائج مرضية لتنمية المواشي ومنتجاتها. وأوضح مسؤول المكتب السيد إيوب تسفاي القيام بأنشطة تهجين لأبقار الألبان لتغييرها نوعيا وزيادة منتجاتها، وأشار إلى توزيع 9000 من الفراخ في 8 ضواحي في المديرية للأسر المحتاجة وتقديم الخدمات البيطرية وتطعيم مجاني لحوالي 20000 رأس من المواشي. وذكر أن المهنيين الزراعيين العاملين في ضواحي المديرية يسهمون للتوعية الزراعية داعيا للدفع بالتنمية الزراعية المروية. ودعا مكتب الزراعة المواطنين لعدم تناول اللحوم غير الناضجة والألبان غير المبسترة لإنجاح جهود التطعيم الجارية لمكافحة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان. قال المدير التنفيذي لإدارة مديرية وسط دنكاليا في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد آدم عبد الله أن الجهود المبذولة لتوسيع انتشار الخدمات الاجتماعية في المديرية تحقق نتائجا مرضية. وأوضح بأن سنوات الاستغلال الماضية شهدت تجمع القرى المتناثرة في الأنحاء في 25 قرية ب7 ضواحي للحصول على الخدمات عن قرب. وذكر بأن الأوضاع المناخية والتضاريس وسوء الطرق من أهم تحديات إرساء الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى وجود 12 مدرسة ابتدائية ومدرستين متوسطتين ومدرسة ثانوية وأربعة رياض أطفال، وذلك بعد أن كانت مدرسة ابتدائية واحدة فقط في كامل المديرية قبل الاستغلال وارتفاع متزامن في أعداد الطلاب. وأوضح المسؤول أن الاستثمار الذي جرى في قطاع الصحة زاد من نسبة المؤسسات الصحية ب150%، وأشار إلى بناء 7 مشاريع مياه الشرب الصالحة التي تعمل بالطاقة الشمسية و15 مشروع مياه يضخ بالدفع اليدوي و14 خزان مياه جوفي لحل نقص المياه، ويجري العمل لحل مشكلة مياه قرى عدي وكروم وأبول الواقعة على شاطئ البحر. وزعت وزارة الزراعة حوالي 20000 من الفراخ ل 796 أسرة في مديريتي مندفرة وأمن حيل في الإقليم الجنوبي في إطار البرنامج الموضوع لتقديم حوالي 1,000,000 من الفراخ ل 40000 أسرة بأسعار مناسبة. وقدمت الفراخ بسعر 15 نقفة للواحدة بمعدل 25 فرخة لكل أسرة. وأوضحت مكتب وزارة الزراعة في مديرية أمن حيل أن الهدف من العملية تحسين حياة الأسر وتأمين الغذاء لها، وأن المرحلة الثانية من عملية توزيع الفراخ ستجري في الأشهر القادمة. وشكرت الأسرة الحاصلة على الفراخ جهود وزارة الزراعة لتحسين حياتها المعيشية مطالبة لتوفير الأدوية لأمراض الدواجن. من جهة أخرى قدم المحسنون في ضحية تعد قعدات في الإقليم الأوسط 105000 نقفة للأسر المحتاجة. قام سكان دقة قورة وأمهميمة وحشكب وشاكات وعلات أعداء ومرسى تخلاي وذبعت في مديرية قورة بأنشطة نفير لحفل أبار وصيانة المجاري التحويلية للسيول والطرق.
نفذ بالنفير بناء مجرى تحويل بطول 200 متر في دقة غرورة، وصيانة الطرق الترابية من مهميمة إلى زيرو البالغ طوله 45 كيلومتر، وطريق مهميمة حشكب بطول 61 كيلومتر، وطريق أفاق قبروات بطول 54 كيلومتر. وجرى أيضا إصلاح الطرق المؤدية من أدوبحة إلى فلكة والخطوط الموجودة من عمربب وحشكب. في غضون ذلك تجري أنشطة التشجير في المدارس والمؤسسات الحكومية ودور العبادة وغيرها من المرافق. الآن إلى فاصل وبعده نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم جديد. ذكر تقرير أمني للأمم المتحدة أن 13 شخصا على الأقل بينهم أطفال لقوا حتفهم في هجوم نفذته انتحارية استهدفت حشدا من الفارين من هجوم مسلح شمالي الكاميرون. ولم تعلن أي جماعة مسؤولية عن التفجير أو الهجوم الذي وقع على بلدة موزوغو في إقليم أقصى الشمال بالقرب من الحدود مع نيجيريا. وجاء في مذكرة أن الضحايا هم من الرجال والنساء والأطفال. وفي السابق شن مقاتلون من جماعة بوكو حرام النيجيرية التي تحاول منذ عقد إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا هجمات عبر الحدود. وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها العدو الأكبر لبلاده، معتبرا أن سياسة واشنطن العدائية لن تتغير تجاه بلاده بغض النظر عن من يشغل البيت الأبيض. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للحزب الحاكم في بيونغ يانغ قبل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصبه أن التخلي عن هذه السياسة العدائية سيلعب دورا محوريا في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وقال كيم أنه بغض النظر عن من في السلطة في الولايات المتحدة فإن الطبيعة الحقيقية وسياساتها الأساسية تجاه كوريا الشمالية لا تتغير أبدا. وتعهد بتوسيع العلاقات مع القوى المستقلة المعادية للإمبرالية وفقا ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. ودعا كيم أيضا إلى مزيد من البحث والتطوير للمعدات العسكرية المتقدمة بالإضافة إلى مزيد من التقدم في توسيع ترسانة البلاد من الأسلحة النووية. غطت الثلوج العاصمة الإسبانية مدريد على غير المعتاد وفي حالة نادرة لم يشهد لها مثيل منذ ثمانينات القرن الماضي، وتم وضع نصف البلاد في حالة تأهب بسبب الثلوج لا سيما المناطق الوسطى والشمالية والشرقية. ولقي شخصان حتفهما في إسبانيا وأنقذ جنود سائقين عالقين داخل سياراتهم وسط الثلوج التي تساقطت بكثافة أثناء العاصفة فيلومينا، محدثة فوضى بحركة النقل في جميع أنحاء البلاد. وعطلت الثلوج حركة المرور على نحو 200 طريق وتسببت بتأخر عدد من القطارات، وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد إلقاء 50 رحلة على الأقل إلى مدريد وملقا وسبتة في شمال أفريقيا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أن هذا هو أكبر تساقط للثلوج على مدريد منذ عام 1971، في حين قال خبير أرصاد جوية من الإذاعة الوطنية الإسبانية أن كميات تتراوح بين 25 أو 50 سنتيمتر من الثلوج سقطت على مدريد، مما يجعله أكبر تساقط للثلوج منذ عام 1963.
أغلق مقر إيواء مخصص للاستشفاء من مرض كوفيد 19 بشكل معقد بعد أن التهمت حفرة عملاقة موقف للسيارات التابع للمستشفى في مدينة نابولي الإيطالية. وأدت الحفرة العملاقة إلى قطع الكهرباء عن المقر المؤقت والمستشفى من دون أن تؤثر على العمليات والخدمات في مستشفى البحر في مدينة نابولي، نظرا لوجود شبكة احتياطية. وأفادت فرقة الإطفاء في المنطقة بعدم وقوع إصابات بين المرضى، لكن عدة سيارات للزائرين كانت موجودة في الموقف شبه الفارغ سقطت في الحفرة بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية. وأوضح المستشفى أن عمق الحفرة التي تكونت فجأة في ساعات الفجر الأولى بلغ قرابة 20 مترا وبلغت مساحتها نحو 2000 متر مربع. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.